السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله راح نبلش في هذا الفيديو الشابتر الثاني في مادة نظم معلومات الموارد البشرية. الشابتر الثاني بيحكي عن زي ما حكينا بآخر سلايد بالشابتر الأول، بيحكي عن موضوع البلانينج، وهو أول تاسك رئيسية في تطوير أي سيستم صراحة، لو كان HRIS أو أي سيستم ثاني، بس إحنا راح يكون كلامنا موجه إن شاء الله على Human Resource Information System. الآن عشان نفهم بس شو أهمية البلانينج، بنحكي بتحكي هاي سلايد إنه النجاح في عملية الإمبليمنتيشن، وده مذكرين في آخر سلايد في الشابتر الأول عملية الإمبليمنتيشن كانت رقم 4 تقريبا بعد الديزاين، يعني لسه في بلانينج ولسه في أناليسز ولسه في ديزاين بعدين الإمبليمنتيشن. ولا ليش إحنا اليوم بنحكي عنها في أول مرحلة، مرحلة البلانينج، نحكي عن الإمبليمنتيشن؟ لأنه الإمبليمنتيشن زي ما حكيت المرة الماضية هي التطوير الفعلي للسيستم. فالتطوير الفعلي يعني هيك بتحكي عنوان هاي السلايد، التطوير الفعلي للسيستم حتى يكون ناجح ضروري يكون في careful planning. إذا careful planning هو واحدة من شروط الأساسية للنجاح في الimplementation. الimplementation طبعا مركز عليه لأنه زي ما حكينا هو الإنتاج الفعلي للسيستم، يعني لما نعمل implementation فعليا احنا بنعمل coding وبيطلع معنا السيستم، وهذا السيستم بننزله على أجهزة الموظفين والموظفين بيشتغلوا عليه، هاي كلها معناها implementation. عشان ننجح في هاي العملية في 4 شروط. الشرط الأول اللي هو الكيرفول بلانينج، وهذا هو الغرض من هاي سلايد، إنه يوريك شو أهمية البلانينج. يعني ال 2 و3 و4 بالنقاط هذول هما جانبيات. النقطة الأساسية إنه بتحكي لك هاي سلايد إنه إذا بدك تنجح في إنتاج سيستم جديد لابد إنه أول شرط يتوفر عندك يكون عندك بلانينج جيد، هو موضوع هذا الشابتر شابتر 2. بالإضافة لشروط ثانية خلينا نحكي عنهم بشكل سريع لأنه هو المغزى من هاي سلايد في النقطة الأولى. dedicated team يعني يكون في team، عشان ننجح في الimplementation كمان ضروري يكون في team مكرس، team مفرغ بس لعملية الimplementation. والtop management support وهي مهمة كثير، top management support راح نرجع لها أكثر من مرة بالمستقبل إن شاء الله في هاي المادة. top management ما لهم أي علاقة في تطوير السيستم جديد، لا لهم علاقة في planning ولا analysis ولا design ولا implementation، هما كل يقدموه بس سبورت. شو بيقدموا بالضبط، ايش يعني سبورت مطلوب من توب مانجمنت، راح نجيها بعدين في سلايد معينه بتحكي لك شو المطلوب من التوب مانجمنت، شو يعني سبورت، شو بنستنى دعم احنا من الاداره العليا. بس اللي بدي اياك تفهمه الان انه التوب مانجمنت ما لهم اي علاقه مباشره في عمليه تطوير سيستم جديد لاداره الموارد البشريه، واللي احنا سميناها في الشابتر الاول عمليه الاوتوميتنج. فاحنا بنطلب منهم بس سبورت مش اكثر دعم، يعني هم بدعم دورهم غير مباشر. طبعا دورهم مهم جدا، سبورت هاي مش انه اشي يعني ثانوي، ولكن المقصود انهم هم ما بينتجوا السيستم، ما لهم علاقه في انتاج السيستم بشكل مباشر. والنقطه الاخيره اللي هي awareness of potential pitfalls، انه نحذر من الحذر من هيك حرفيا الحذر من الاخطاء المحتمله، وهذا موضوع اخر سلايد في هذا الشابتر، شو هي الاخطاء المحتمله اللي ممكن احنا نوقع فيها لحتى نتجنبها، وهذا هو الشرط الرابع والاخير من عمليه النجاح في تطوير سيستم جديد. الان لما تيجي نرجع لموضوعنا الاساسي، الان موضوع الشابتر الثاني اللي هو بلانينج. لما تيجي تعمل بلانينج بدك تكون عارف انه لما تيجي تعمل بلانينج بدك تفكر بعدة أشياء. أول إشي هو شو الداتا، وهذا التفكير، طريقة التفكير هاي بتساعدكم في مشروع التخرج لما تيجي تعمل مشروع تخرج إن شاء الله مستقبلا. أول إشي بدك تفكر في البلانينج اللي هو شو الداتا اللي بتعامل معها هذا السيستم اللي هو في حالتنا الـ HRIS، وشو هي البروسيس، وكمان شو الديزيشنز اللي لازم نعملها، او اذا بدي اصيغهم بطريقه افضل حسب السلايدز اللي بعدهم، مين هم اليوزرز اللي بيستخدموا السيستم، هذا السؤال الاول. وشو هي الداتا اللي بتعامل معها السيستم. وفي نقطه ثالثه مهمه بس خليها بعد شوي، بحكيها بالسلايدز القادمه ان شاء الله. اذا اول خطوه بدنا نسال مين هم اليوزرز. طب في حاله الاتش ار اس مين هم اليوزرز، مين اللي بيستخدم الاتش ار اس، اللي بيستخدموا الاتش ار اس هم الموظفين. يعني احنا كمؤسسه بنوفر اتش ار اس وبنعطيه للموظفين، نعطيهم اكسس عليه كل واحد طبعا حسب صلاحياته حتى ينجزوا اعمالهم. يعني المفهوم انه اليوزرز الاساسيين للاتش ار اس وكاستمرز، هم تيجي معنا يوزرز مش انه زبائن، سيستم كاستمرز يعني اليوزرز اللي بيستخدموا السيستم، هيك بلغه السيستم اناليسيس. فمفهوم جدا انه يكون في موظفين يستخدموا السيستم، هذا الوضع الطبيعي.
بس الغريب انه نون امبلويز، ليش نون امبلوي واحد مش موظف ليش يستخدم السيستم؟ يعني موظف بيستخدم السيستم لحتى ينجز الاعمال المطلوبه منه بسرعه اكثر، زي ما حكينا في الشابتر الاول، بسرعه اكبر وببرودكتيفيتي اعلى وبكواليتي افضل. اما النون امبلويز فراح نحكي عنهم بوقتهم. خلينا الان نركز على الامبلويز، وهي كلها امثله على امبلويز بيستخدموا السيستم. ممكن يكونوا مانجرز، وفي عندك تسميات كثيره للمانجرز اللي هم المدراء، دايركتورز او فايس بريزيدنتس اللي هم النواب الرئيس، او سي او اللي هو رئيس مجلس الاداره، او ديسيجن ميكرز بشكل عام، واللي هي كلمه بتطلق على المدراء بشكل عام، لانه المهمه والوظيفه الاساسيه للاداره هي صناعه القرارات. المدراء بالعاده ما بيشتغلوا شيء عملي بايديهم، هم فعليا بيصنعوا قرارات، وهي طبعا عمليه مهمه جدا، مش انه مش مهمه، لانه هي هاي الوظيفه الاساسيه للمدراء. او الاناليست غير المانجرز، ممكن يكون معنا اناليست، والاناليست اللي هم المحللين، والمحللين بسموهم باور يوزرز. والباور يوزرز ليش بنسميهم باور؟ من وين تجيهم هاي الباور؟ هاي الباور جايه لانه هم بيعملوا اكسس لمور ارياز اوف اتش ار اس، يعني هم عندهم اكبر عدد من الصلاحيات مقارنه مع اي موظف ثاني. وهاي بالعاده بتيجي سؤال انه علل ليش بنسمي الاناليست باور يوزرز. الجواب طبعا زي ما واضح بالسلايد، اكسس مور ارياز اوف اتش ار اس، يعني عندهم صلاحيات كبيره. وموضوع الصلاحيات موضوع معروف، يمكن سمعتوا عنه باكثر من ماده، انه دائما الموظف اليوزرز انتم سمعتوا بشكل عام، لكن احنا في مادتنا هون اليوزر هو عباره عن موظف. فالموظف بالعاده بياخذ صلاحيات حسب الاساس انه ما يكونش عنده صلاحيات، لانه انت بتعطي واحد صلاحيات معناته هو ممكن يشوف داتا وممكن يسربها، والداتا حساسه زي ما حكينا بالشابتر الاول. ولكن انت بتضطر تعطي كل موظف صلاحيات على قد المسؤوليات اللي مطلوبه منه. يعني انت كيف بدك تطلب من الموظف مثلا انه مثلا ياخذ فلوس من طلاب ويرصد لهم مثلا، وهو انت مش معطيه صلاحيات لهذا الموضوع؟ او كيف تطلب مثلا من موظف انه ياخذ فلوس مثلا من واحد جاي يدفع له فاتوره، مثلا فاتوره كهرباء او انترنت، وهو ما في عنده صلاحيات على السيستم بخليه يعمل هذا الشيء؟ فدائما قانون الصلاحيات انه انت بتعطي المؤسسه بتعطي الموظف صلاحيات على قد ما مطلوب منه من مسؤوليات. الاناليست بالذات هم بيطوروا السيستم، وبالتالي هم بيحتاجوا صلاحيات كامله، كل الصلاحيات بتكون تحت ايديهم، لانه هم اللي بيطوروا الصلاحيات اصلا. وبالتالي دائما هم الاناليست، لانه طبيعه عملهم تتطلب ذلك، بيكون عندهم جميع الصلاحيات اللي في السيستم، حتى احيانا بيكون اكثر من المانجرز. المثال الثالث على الموظفين اللي بيستخدموا الاتش ار اس اللي هو التكنيشنز، واللي هم ممكن يكونوا بروجرامرز، مطورين للسيستم، او داتابيز ادمنستريتورز. كليريكال امبلويز بجوز تكون كلمه جديده عليكم، لكن هذا هو السواد الاعظم من الموظفين. وكلمه كليريكال ممكن لو بالقاموس تلاقيها بمعنى كاتب، اللي هو الموظف العادي، الموظفين العاديين اللي بتشوفوهم في التسجيل، في المالية، في الدوائر الحكومية، في البنوك. هذول كلهم يسموهم clerical employees، واللي هم الموظفين العاديين. هذول الصلاحيات تختلف عندهم زي ما حكيت لكم حسب المسؤوليات المطلوب منه. كل موظف شو مطلوب منه مسؤوليات بينعطى صلاحيات على قدها بالضبط. يعني أنا دكتور مثلا في عندي صلاحيات أدخل علامات الطلاب. طب موظف ثاني بالجامعة ما بيدرس، شو علاقته بعلامات الطلاب؟ ما باخذش هاي الصلاحيات، وقيس على ذلك. واخيرا في عندنا الاورجنايزيشنال امبلويز بشكل عام. اذا هذا النوع الاول اللي هو امبلويز، وزي ما حكينا الامبلويز الوضع طبيعي جدا انهم يكونوا هم اليوزرز في الاتش ار اس، لانه الاتش ار اس هو اصلا نظام اداره الموارد البشريه، والموارد البشريه هم الموظفين، والموظفين بيحتاجوا زي ما حكينا بالشابتر الاول بيحتاجوا الاتش ار اس لحتى ينجزوا اعمالهم بسرعه اكبر وبكفاءه اكبر وبانتاجيه اكبر. ولكن كيف ممكن يعني نون امبلويز واحد مش موظف ويستخدم ال اتش ار اس؟ هون في حالات خاصه، مثلا جوب سيكرز، يعني الباحثين عن عمل، يعني واحد مش موظف في المؤسسه والمؤسسه بدها وظائف، يعني بدها تعمل ريكروتمنت، تعيينات جديده، وبتنزل اعلان على موقعهم، موقع المؤسسه، وبيحكوا انه اللي بده يقدم لهي الوظيفه بده يعمل ريجستريشن، بده يسجل، بدخل يوزر نيم وباسورد وشويه معلومات، وصار له بوابه، ومن هاي البوابه ممكن يدخل معلوماته في الفورم تاع التعيين، وممكن يتابع بعدين طلبه. فهون هو بما انه صار له بوابه، اذا هو صار يوزر في هذا السيستم، مع انه هو مش موظف، وممكن بالاخير يصير موظف او لا، ممكن ما نختاره، ومع ذلك هو كان له في فتره معينه كان في عنده بوابة، وكان فيه له أكسس على صلاحيات معينة مثل تعبئة فورم التعيين أو متابعة فورم التعيين، وهو مع أنه مش موظف. أو Sourcing Partner Organizations، الشركاء،
الشركاء احيانا في عندنا امور مشتركه بينه وبينهم، يعني المؤسسات الثانيه اللي بيننا وبينهم شراكه، فهم ممكن احنا نعطيهم بورتال ويدخلوا ويكون لهم بعض الصلاحيات لاتمام الاعمال المشتركه بيننا، وبالتالي هو مش موظف في هاي المؤسسه ومع ذلك بيكون يستخدم الاتش ار اس. اذا بشكل عام الموظف اليوزرز في الاتش ار اس هم امبلويز ونون امبلويز، وعطينا امثله على كل واحده فيهم وخصوصا على الغريبه فيهم اللي هي نون امبلويز، وشو في ممكن ناس يكونوا نون امبلويز ومع ذلك يكونوا يوزرز في هذا السيستم. حكينا في البلاننج اول شيء بتفكر فيه مين هم اليوزرز اللي بيستخدموا السيستم، وثاني شيء بتفكر فيه اللي هو شو الداتا اللي بتعامل معها السيستم. في حالتنا احنا في الاتش ار اس الداتا عاده بتكون اما عن البيبل واللي هم الموظفين، او عن الاورجنايزيشن اللي هي المؤسسه، او الخليط بينهم. كيف يعني معلومات عن الموظفين؟ هاي حكينا عنها يوم ما حكينا عن ريكورد كيبينج، بايوغرافيكال انفورميشن اللي هي المعلومات الشخصيه، المعلومات الشخصيه عن الموظفين. هاي الداتا ضروري جدا تلاقيها في الاتش ار اس، يعني لو دخلت على الاتش ار اس وكان في عندك صلاحيات اكيد راح تلاقي معلومات عن معلومات شخصيه عن الموظفين. كيف يعني شخصيه؟ يعني اسمه، الكونتاكت انفورميشن اللي هي الايميل، الادرس، رقم التليفون، هاي كلها اشياء بتلاقيها عن الموظفين. هاي داتا موجوده في الاتش ار اس وتنتمي للكاتيجوري الاولى. او الكومبيتنسز، قدرات هذول البيبل، يعني قدرات الموظفين زي النولج والسكيلز والابيليتيز، وهذول الثلاثه بنسميهم قدرات وهم بيكملوا بعض. النولج بتكون شوي نظريه، بالعاده بتكون النولج نظريه، بينما السكيلز المهارات، يعني شوف المعرفه والمهاره. المعرفه شيء نظري، شو عندك معلومات، بينما السكيلز بتكون مهاره. يعني مثلا بتلاقي مدرس في عنده معرفه، في احيانا بتشوف مدرس في عنده معرفه انت بتحس انه هو شاطر، في عنده ابحاث وفي هو دارس وعلاماته كانت هو عاليه ومتخرج من جامعات كويسه وعلاماته كلها كانت ممتازه، لكن طلعوا يشرح قدام طلاب ما يعرف. ليش؟ لانه ما عنده سكيل، ما عنده مهاره توصيل المعلومه. تمام، هاي مثال على فرق بين النولج والسكيل. فضروري مثلا مدرس يكون في عنده نولج، يعني معلومات نظريه له لنفسه، سكيلز مهارات، ومن الأمثلة على المهارات طبعا توصيل المعلومة أو غير ذلك من المهارات. يعني من المهارات الثانية مثلا مهارة مثلا العمل ضمن فريق، يعني بتلاقي بعض الأشخاص بيشتغل لحاله ممتاز، تعطيه أي تاسك له لحاله يكملها كاملة من الألف إلى الياء بيشتغلها ممتاز، بس تعال أعطيه تاسك يشتغلها مع فريق ضمن فريق ما بعرف يشتغل، لأنه هاي مهارة، مهارة العمل ضمن فريق أو المهارات القيادية أو غير ذلك من المهارات. الابيليتيز اللي هي القدرات، الكومبيتنسز قدرات، بس الابيليتيز بتيجي بمعنى قدرات جسميه، يعني كمان لازم يكون عنده قدرات جسميه معينه. مثلا تخيل واحد مدرس وما ما فيش عنده قدره انه يحكي، صوته مثلا مش واضح او ما بيحكي او كذا، ففي قدرات جسميه، في معارف نظريه، في سكيلز مهارات، وفي عندنا قدرات جسميه، هذول كلهم بيكملوا بعض بنسميهم كومبيتنسز، وهي كلها معلومات يعني بنلاقي عن الموظفين معلومات شخصية أو معلومات عن قدراتهم من معارف ومن مهارات ومن قدرات جسمية. والنوع الثاني من الداتا أو أنواع الداتا، الكاتيجوريز، يعني التصنيف الثاني للداتا اللي بنلاقيها في الHRS اللي هو information about organization، يعني عن المؤسسة، مثل معلومات عن الوظيفة نفسها أو عن البوزيشنز المركز أو عن الجوب سبيسيفيكيشن اللي هي مواصفات الوظيفية، مواصفات العمل، شو المطلوب من الموظف أنه يعمل، شو صلاحياته وشو مسؤولياته، والorganizational structure اللي هو التركيب الإداري في المؤسسة. لكن أهم واحد صراحة اللي هو الأخير، اللي هو data that are created as a result of the interaction of the first two categories، يعني لما الموظفين يقوموا بأعمالهم هون بنتج معك مثلا job history، واللي هي مثلا يعني أحسن مثال عليها الحركات اللي بيعملها اليوزر اللي هو الموظف في اليوم كامل من أول دوام لآخر دوام. هاي ليش أهم؟ لأنه معدل التغيير عليها أكبر. يعني الموظف كل متى بده يغير معلوماته الشخصية؟ اسمه ما بيغيره، تليفونه مش كل يوم بيغيره، مثلا الادرس العنوان ممكن ما يغيره نهائيا، ممكن يغيره بالسنة مرة، قدراته ممكن تزيد، مهاراته ممكن تزيد، بس مش هاي مش المعدل الكبير جدا للتغير. المعلومات عن من الاورجنايزيشن واللي غالبا تكون على العمل نفسه كمان ما بتتغير باستمرار. اما الجوب هيستوري فهذا هذا يوميا بيكون في عندك الاف الروز الجديدة في الداتابيز، ألاف المعلومات اللي بتكون في الداتابيز والحركات اللي بتصير، هاي معدل تغيير عليها كبير جدا، ولذلك هي أكبر جزء من الداتا اللي بنتمي للـ HRS. والـ Performance Appraisals اللي هي تقييمات الأداء. أما السؤال